respiri. انت على كوبري اكتوبر بتعمل ايه؟ نازل انتخاباتنا كابتن نمل. ايه يا نمل في ايه؟ صوتكوا جايب اخر النمليه ليه؟ مش عارفين ننام. الحقني يا ابو النمال، حصل لي مصيبه. حصل لك ايه يا نص اللي تحتاني باظ. طب ما اللي فوق بايظ اهو، الدنيا زي ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت منجد فين؟ انت بتلعب ليه في حاجه مش بتاعتك؟ بتاعتك دي؟ لا تلعبش بقى فيها. انا اسف، معلش، برضه انت اللي مدي على كتكوت، يعني مش نمله قوي. ايه يا نمل في ايه؟ الحقني بقول لك، نص اللي تحتاني باظ. ايه المشكله يا ابني؟ احمد ربنا انك عايش يا ابني. غيرك نمل كان اشجع منك واقوى منك ومدفون في التراب دلوقتي، انت لسه عايش. بص النص الكوبايه المليان، ما تبصش للفاضي يا ابني. خلي قلبك كله مليان خير، خلي قلبك كله مليان حب، خليك متواضع ولا اله الا الله. لا اله الا الله. في ايه يا عم انت؟ في ايه؟ بقول لك، انت هتفضل نمله وتمشي ورا ابو النمال ده؟ هتعمل ايه؟ انا استعريت من النمل خلاص. ازاي؟ انا هاخد كرسي طيران وابقى دبانه اسافر والف اشوف العالم. وماله النمل يا ابني؟ ماله النمل؟ يا ابني النمل ده احسن حيوانات في حيوانات ايه؟ احنا حشرات. احسن حشرات في الدنيا. أيوة. احنا كنمل يا ابني احنا احسن من البني ادمين بكتير. احنا عندنا النمل الاسود والنمل الابيض والنمل المشجر. مشجر والنمل... ايه؟ في حاجه اسمها النمل المشجر ده اللي في الساحل ولا فين ده؟ يا ريتنا نبقى نمل بنخدم في الساحل ونشوف عمرو دياب. ده كان زمان، دلوقتي البني ادمين بياكلوا بسكر دايت. ازاي؟ لا سكر دايت ده ناشف، ده لو كانها هيكسر سناننا اكتر ما هي متكسره. وليه اعيش طول عمري اكل سكر دايت ويفضل وزني 2 مللي جرام؟ ليه؟ مش مهم السكر، مش مهم الدايت، المهم الستر. ستر ايه؟ ستر ايه؟ احنا طول عمرنا عايشين عريانين، حد عمره شاف نمله لابسه براند؟ وحتى لو اتسترنا مش هنخلص من بني ادمين. كل واحد امه تقول له قوم افتح الباب، يقول لها مش قادر اصل رجلي منمله يا محني. على قد حالي ما اقدرش ابص لفوق لا تعب، ويا ريت عاجبهم. على قد حالي في الاخر بيموتونا بالشباشب وبيرشوا علينا فلت وبيريسول. بيريسول؟ ايه بيريسول دي؟ ايه بيريسول دي؟ الطريقة دي؟ مفيش حاجة اسمها بيريسول، مبيرسول، بيرة مش بيريسول. الدلاعة. أنا قلت دايت بس. دايت؟ إيه نملة واكلة كرنب. عندي إسهال مزمن. والله عندي إسهال مزمن في الأحبال الصوتية. والله مش عارف. طب مش هيستحملك. مرض خطير قوي. مش هيستحملك ده. ايه اللي قعدك هنا؟ يا ابني في ايه؟ ايه اللي قعدك هنا؟ القعدة دي بتاعتي وانا اللي حاملها. طب انزل انزل، ربنا يهديك. لا مش نازل. قاعدة فوق هنا في الموطب حلوة؟ يلا. طلعني طلعني. بتعمل ايه؟ يا ام مصطفى. الله يبارك لك. ما تعزمنيش يا واطيه. معلش ما بعزمش. انا بتاعي وهذه طول عمرك بتحبيني. ايوه بنت اصول يا بنت زي ما انت والله. طب مش تنزل بقى وتنفذ لك طلباتك كلها؟ بس مش احنا هننتحر. لا لا انزل. نفذوا لنا طلباتنا. حاضر. يا اما هنرمي نفسنا من فوق. لا لا انزل وانا هنفذ. ايوه. عايز ايه؟ احنا من تنظيم القعده عشان تبقى فاهم. وخطر على البشريه. معلش ينفذوا لنا طلباتنا. ايه انا اقول للدوله ايه طلباتك؟ احنا عايزين شقق مفروش. حاضر. نفذوا لنا طلباتنا. ماشي. ننزل من فوق. طب انزل بس واعتبرها اتنفذت. عقليه يا حاجه. ما تهدى يا ابو محمود وانزل. لا 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 ايه؟ ننزل ازاي اساسا؟ يلا زي ما طلعت يا بيه. ما احنا طلعنا. ده قرد ده نط طلع ده كان جوه السيفون ده. يبقى ما هو مش هينفع تسلم طه. سلم سلم. ولا هننزل. بس ركب نجف. ما يلا يلا. هننزل ازاي؟
بعيدة أوي. خد خد مكنة الحلاقة دي انزل عليها. أي يا ابني أنا ما ينفعش أنزل دي تتكسر بيا. لا ما أنت مش تنزل عليها من فوق من جوه ما أنت نام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يلا 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 الواد ده قرده هيعمل. امسكها له. امسكها له إيه يا ابني؟ خلي بالك خلي بالك. عيب عيب إيه الرياضة؟ إيه ده؟ ده اشمعنى شيل في المطاف؟ إيه اللي أنت عامله؟ يلا اعمل زي صاحبك لا دي ما تكفنيش دي سهلة سهلة لا لا ده توقعني بس يا لا قال ايه خلاص انا هكمل هنا مش مشكلة تكمل ايه خلاص يعني هو فاضل قد ايه يعني ساعة ساعة ليه انتوا دافعين كام يعني عشان اقعد ساعة ساعة ليه وانا جواهر معاش ولا كان اللي اشوف في نملة بترفع بريسول في نملة تعبانة بيرسول؟ اه مش اسمها بيرسول اما في برجر ده انت مخزن بيرسول في برجر انت قلبك اسود يلا انت بتعملوا ايه هنا عايز ياخدوا السلحفاه بتاعتي ايه ده ايه الكائن ده شوف قول يا نهار اسود ده صرصار يا عم لا ده سلحفاه استحمار ده مش اي صرصار ده كبير الصراصير عم رشاد يا سلام يعني انت مصدق ان انا مش سلحفاه ومش مصدق ان ده جمل والله العظيم جمل ودي السنه من ورا اهو مين ده ابو النمال ده عم رشاد رشاد كبير الصراصير اداهولي العربيه عشان هنعمل حفله عليه النهارده انا واخده نوديه للسرب انا هقطعه حتت ايه يلا ويا في ايدك هموته هموته يلا بينا ده الحمام بقى فيه دلع كتير بابا ايه ده رانيا بنتي بابا بتعملي ايه هنا يا سفله بابا انا بصراحه بقى انا بحب الصرصار ده وعايزه اتجوزه صرصار اتجننتي مفيش نمله بتتجوز صرصار ليه يا بابا حرام عليك بحبه مفيش حاجه اسمها حب النمل بيتجوز نمل قالت لك هتتجوزني يا عم انتوا جايين في يوم مش يومكم وكمان جايين تاخدوا بنتي مني اه ده انا ليلتكم تين عليا النعمه لاقلبها حرب ولا تعرف تعمل حاجه الحرب سيبها انهم يحرقون اغصان الزيتون هو دول اللي انت هتحارب بيهم؟ انا بقى هنادي لك اهلي دلوقتي وريني يلا اهلي يا اهلي 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 بيراميدز 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 انت بات على طول يا ابراهيم؟ ايوه تبيع مبادئك؟ ابيع اي حاجه بيتك وهقتلكوا كلكوا دلوقتي ما تعرفش تعمل حاجه ده احنا هنوريكوا الويل هوري مين يالا؟ هوريك انت هو اللي معاك اذا ايه الحرب؟ الحرب 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 ده احنا هنبيتكوا يالا ايه؟ هنبيتكوا هتبيتنا؟ اه وهتبيتنا لوحدك لا مؤاخذة ولا لوحدي يا